أيضا لصالح فريق العين في التحضير إلى علاء، والكرة والتسديدة والهدف الأول، الهدف الأول لفريق العين. العين سر العين، هدف رائع لفريق العين الأصفر البراق، يسجل الهدف، هدف رائع ومتابعة بشكل ممتاز من أبناء العطاولة، والهدف نشاهد المتابعة على مرزوقي والعشرة، هو من سجل الهدف سعيد الزهراني، والقائد القائد يسجل سعيد. سعيد نشاهد في الاستقبال الكرة والمتابعة، الزيادة العددية لفريق العين والعلاء مرزوقي، وهنا التسديدة باليسارية من سعيد الزهراني. إذن العين هدف هاجر لا شيء، افتتاح التسجيل الآن لفريق العين. نشاهد سعيد في هذه الكرة وسدد، أكيد يعني لن يستبدل أحد اللاعبين، وهنا الهدف، هدف التعديل لأدريانو. أدريانو يسجل الهدف التعديل، الهجر في مطلع الشوط الثاني بعرضية مجيد الذي تواجد في الشوط الثاني كبديل، والعرضية الرائعة كما نشاهد، والكرة رأسية أدريانو الهجراوي، الشيخ الهجراوي يعود، هوبا، رائع الهدف للفريق الهجر. هنا أدريانو باردال يسجل الرأسية، رأسية رائعة في مرمى العين للفريق الهجراوي. هذه الكرة بثبات من هذا اللاعب أدريانو باردال. مايغا في التمريرة ممتازة في الطرف اليمين، الكرة والعرضية والتسديدة والهدف الثاني، نعم الهدف الثاني لفريق هجر. الشيخ الضيف الثقيل فريق هجر، هجر يعود بالنتيجة وبالهدف الثاني، نعم الصبر لمحمد العياري والصبر للفريق الهجراوي يجلب الهدف الثاني لفريق هجر. هجر يسجل الهدف الثاني، أحمد الداغر البديل الأول، وهنا الكرة والهدف الثاني، نعم لأدريانو، أدريانو باردال يسجل الهدف الثاني لفريق هجر. هنا الكرة من أحمد الداغر تعود من الدفاع من ياسين حمزة فيما يبدو، ولكن الكرة من أدريانو باردال، العياري كان يرفع يديه والكرة اتجهت، نعم في الشباك. هدف رائع لفريق هجر. هجر بالمتابعة، هجر دائما يتواجد في التحدث عن باردال، يسجل الهدف الثاني على في خط الستة تحديدا. هنا الاحتفالية للشيخ الهجراوي، والكل يحتفل بهذا